السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذ الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في حل التقييم التكويني على الموضوع الثاني. ولكن قبل حل التقييم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد. حل التقييم التكويني، نشاط واحد: اقرأ القصة التالية ثم أجب عن الأسئلة. نأخذ خلفية عن الكاتبة لأننا سوف نحتاج هذه المعلومات في الإجابة عن الأسئلة. من هي الكاتبة؟ هي نور الهدى خيري، كاتبة مصرية شابة. نشأت في قرية صغيرة على أطراف القاهرة، تأثرت كثيرا بحكايات جدتها، كما تأثرت بالثقافة المصرية والحكايات الشعبية. نشأت نور الهدى في بيئة ريفية حيث تحيط بها الحقول، وقد تأثرت بهذه البيئة وظهرت هذه التأثيرات في كتاباتها. نقرأ القصة ونرى كيف تأثرت نور الهدى بهذه البيئة الريفية. الظلام يتكلم: كان كريم قد قضى اليوم يلعب مع أصدقائه في حقول القرية المجاورة، ولم ينتبه لمرور الوقت، وعندما حان وقت العودة أدرك أنه تأخر كثيرا، فقرر اختصار الطريق عبر حقول القصب الكثيفة رغم تحذيرات والدته من مخاطرها. كانت هذه الحقول على أطراف المدينة، مشى بتردد وأوراق القصب تتكسر تحت قدميه، وأعواد عارية تحوم فوقه تلقي بظلال تشبه الأزرع على طريقه. كان قلبه يدق بقوة في صدره وهو يتقدم ببطء شديد. ازداد الظلام سوءا كلما توغل في عمق الحقول، ولم يعد يسمع سوى صوت خطواته المتسارعة وحفيف الأوراق اليابسة تحت قدميه. شعر ببرودة الهواء تلسع وجهه، تعثر وسقط على الأرض. خدشته أعواد القصب لكنه لم يكف عن الركض. فجأة لفت انتباهه ضوء خافت في البعد. ازداد الضوء اتساعا كلما اقترب حتى وجد نفسه أمام منزل صغير. تردد كريم قليلا ثم هرول من الخوف مما قد يكون بداخل المنزل، وتذكر حديث أبويه بالابتعاد عن منازل الغرباء. بعد ساعة من السير ظهرت أضواء القرية في البعد. وصل كريم إلى منزله قبل أن ينتبه والداه لتأخره، وشعر بالارتياح الشديد. لم يخبرهما بما حدث معه، لكنه تعلم درسا مهما. القصة بتتكلم عن كريم اللي قضى يومه بيلعب مع أصدقائه في حقول القرية المجاورة. مع اللعب لم ينتبه لمرور الوقت، حان وقت العودة، حس أنه تأخر كثيرا، فقرر أنه يختصر الطريق. هيصير في طريق جديدة غير الطريق المعتادة، لأنه يريد أن يختصر الطريق ويختصر الوقت حتى يصل بسرعة، حتى لا ينتبه والديه لتأخره. هذه الطريق عبر حقول القصب الكثيفة، سيسير في حقول القصب الكثيفة رغم أن والدته حذرته من مخاطر السير في حقول القصب خاصة ليلا. هذه الحقول كانت على أطراف المدينة. مشى بتردد، أوراق القصب تتكسر تحت قدميه، كذلك أعواد القصب تحوم فوقه تلقي بظلال، يعني لها ظل بيشبه الأزرع على طريقه، كأن في أزرع بتتحرك فوقه. كان قلبه يدق بقوة في صدره، كان مرعوب وهو بيتقدم ببطء شديد. قليلا فقليلا ازداد الظلام كل ما توغل في عمق الحقول، خلاص مش بيسمع غير صوت خطواته المتسارعة، بيمشي بسرعة وحفيف الأوراق اليابسة تحت قدميه، صوت الأوراق اليابسة تحت رجليه. بدأ يحس ببرودة الهواء بتلسع وجهه، تعثر وسقط، وقع على الأرض. خدشته أعواد القصب لكنه لم يكف عن الركض، لم يتوقف عن الجري. فجأة لفت انتباهه ضوء خافت في البعد، كل ما بيقترب منه بيزداد النور ده، لحد ما لقي نفسه أمام منزل صغير. تردد كريم قليلا، يا ترى هل يذهب إلى هذا المنزل أم لا؟ هرول من الخوف، جرى من الخوف مما قد يكون بداخل هذا المنزل، منزل ما يعرفوش. تذكر حديث أبويه أنه يبتعد عن منازل الغرباء. بعد ساعة من السير ظهرت أضواء القرية في البعد. وصل كريم إلى منزله قبل أن ينتبه والداه لتأخره.
شعر بالارتياح الشديد لكن لم يخبرهم بما حدث معه، لكنه تعلم درسا مهما أن ينفذ ويطيع أوامر والديه، لأنه تأخر ومر بطريق حذرته والدته من مخاطره. أجب عن الأسئلة. أولا، تأكد من فهمك. لماذا اختار كريم الوصول إلى المنزل عبر حقول القصب؟ ليه اختار طريق حقول القصب؟ لأنه أدرك أنه تأخر كثيرا فقرر اختصار الطريق عبر حقول القصب الكثيفة. اثنين، ماذا تذكر كريم في أثناء الهرولة بحقول القصب؟ تذكر حديث أبويه بالابتعاد عن منازل الغرباء. ثانيا، استنبط من خلال قراءة ما بين السطور، ما الإحساس العام للقصة؟ إحساس الخوف والتردد. اثنين، أذكر 4 تفاصيل حسية من القصة ساعدتك على التوصل لهذا الإحساس العام. إحنا الإحساس العام بتاعنا خوف وتردد، إيه التفاصيل الحسية في القصة اللي أدت إن أنت تعرف إن الإحساس العام هو الخوف؟ قلبه يدق بقوة في صدره. أنت قلبك بيدق بسرعة إمتى؟ لما بتكون خايف. لم يعد يسمع سوى صوت خطواته المتسارعة، مش بيسمع غير صوت خطواته وحفيف الأوراق اليابسة تحت قدميه، دليل على السكون، مش سامع غير صوت أقدامه. شعر ببرودة الهواء تلسع وجهه. كل هذه تفاصيل حسية ساعدتنا على تعرف الإحساس العام. 3، ما الأدلة على تراث الكاتبة وعاداتها الموجودة في النص من خلال ذكر الدليل من الخلفية عن الكاتبة والرابط في المقال؟ نشأت الكاتبة في بيئة ريفية، حيث نشأت في قرية صغيرة على أطراف القاهرة، وقد ظهر أثر نشأتها في هذه القصة التي تتحدث عن كريم الذي يسكن بجوار حقول القصب. 4، ما غرض الكاتبة الذي استنتجته مع ذكر الدليل من القطعة وإضافة تحليلك؟ غرض الكاتبة هو الاستماع لنصائح الوالدين وعدم مخالفتهما وطاعتهم فيما يحذران منه. الدليل، وتذكر حديث أبويه في الابتعاد عن منازل الغرباء. 3، من خلال قراءة ما بعد السطور أجب، هل نجحت الكاتبة في إيصال غرضها حل مستشهدا بأدلة نصية؟ نعم، نجحت في إيصال غرضها من خلال المتاعب والمخاوف التي تعرض لها كريم وتذكر كريم لتحذيرات والديه والتي أنقذته. 2، اشرح وحلل كيف ساعدتك التفاصيل الحسية على الشعور بالإحساس العام في القصة مستشهدا بأدلة نصية. كان هناك العديد من التفاصيل الحسية في القصة، مثل مشى بتردد، صورة بصرية، لم يعد يسمع سوى صوت خطواته، صورة سمعية. كل هذه الصور الحسية الشعور الناتج عنها هو الخوف. نشاط 2، ضع خطا تحت الضمير ثم اذكر نوعه ومحله الإعرابي. 1، علم الأب أنكم متفوقون في الدراسة، أين الضمير؟ الكاف. نوعه ومحل الإعرابي، بارز متصل في محل نصب اسم إن. الجملة الثانية، كونوا إخوانا، الضمير واو الجماعة. نوعه بارز متصل محله الإعرابي في محل رفع اسم كن. 3، نحن متحدون في الخير، نحن الضمير بارز منفصل في محل رفع مبتدأ. 4، الهدف هو الذي حسم المباراة، الضمير هو بارز منفصل في محل رفع مبتدأ ثان. نشط 3، ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، لا تهمل الواجب، الضمير هنا واو الجماعة، تهملوا الضمير هنا بارز متصل. 2، اتق الله حيثما كنت، الضمير المستتر تقديره، الضمير المستتر بيأتي بعد الفعل، اتقي أنت الله حيثما كنت أنت، إذن فالضمير المستتر هنا أنت. 3، العلم هو أساس التقدم، الضمير هنا هو، هل هو مخاطب بارز ولا غائب بارز ولا منفصل مخاطب؟ غائب بارز. نشاط 4، استبدل بالمبتدأ ضميرا مناسبا، الطالبان يؤديان ما عليهما، عايزين نستبدل المبتدأ اللي هو الطالبان بضمير، هما يؤديان ما عليهما. 2، الأمهات قمن بعمل شاق، هنستبدل الأمهات
هن قمن بعمل شاق. 3. الفتى حريص على ممارسة الرياضة. الفتى هو حريص. 4. المذيعة متقنة للغة العربية. هي متقنة للغة العربية. نشاط 5. حدد الخطأ ثم صوبه فيما يلي. أنتما تبذل جهدا كبيرا. الخطأ أنتما، التصويب أنتم تبذل جهدا كبيرا. 2. هم قمنا بكل ما يلزم. الخطأ هم، التصويب نحن قمنا. 3. أنتم وقفنا في فناء المدرسة. الخطأ أنتم، هن وقفنا في فناء المدرسة. نشاط 6. فني واجمع الجمل الآتية مراعيا الضمير. عندي جملتين، كل جملة هثنيها واجمعها. أنا حريص على أداء واجبي. المثنى نحن حريصان على أداء واجبنا. الجمع نحن حريصون على أداء واجبنا. 2. الممرضة سهرت على راحة المرضى. الممرضتان سهرتا على راحة المرضى. المثنى الجمع الممرضات سهرن على راحة المرضى. نشاط 7. مثل لما يأتي بجمل مفيدة. جملة تشتمل على ضمير متصل مخاطب. إنك ذو خلق كريم. 2. جملة بها ضمير لجمع الإناث الغائب. هن مجتهدات. 3. جملة بها ضميران. الأول منفصل والثاني متصل. أنتما تحافظان على أدواتكم. أنتما والكاف. 4. جملة بها ضمير مستتر تقديره هو. الفلاح يزرع الأرض. يزرع هو الأرض. نشاط 8. اكتب خطبة إقناعية عن الرياضة وأهميتها، سيخطبها الطالب لزملائه في حفل نهاية المرحلة الابتدائية، مراعيا عناصر الخطبة، المقدمة والموضوع والخاتمة، مع التركيز على وسائل الإقناع، الحقائق والمشاعر والخبرات والتجارب، بالإضافة إلى استخدام أساليب متنوعة، النداء واستفهام. الخطبة: أيها الزملاء الأعزاء، أقف أمامكم اليوم في حفل نهاية المرحلة الابتدائية. هذا الحفل ختام لمرحلة مهمة من حياتنا، حفل يمثل بداية مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والفرص. وأريد أن أتحدث إليكم عن شيء يجعلنا أقوى وأصح وأكثر سعادة، وهو الرياضة. ألم تشعروا يوما بالنشاط والحيوية بعد ممارسة رياضتكم المفضلة؟ ألم تلاحظوا كيف تزيد الرياضة من تركيزنا وقدرتنا على التعلم؟ إنها ليست مجرد تمرينات بدنية، بل وسيلة لبناء شخصية قوية وصحية. أصدقائي، الرياضة كنز لا يفنى، فهي تمنحنا جسدا قويا وعقلا صافيا، وتحمينا من الأمراض، وتجعلنا أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة. تخيلوا أنفسكم بعد سنوات قليلة أصحاء ونشطاء، قادرين على تحقيق أحلامكم وطموحاتكم. أليس هذا ما نتمناه جميعا؟ أدعوكم جميعا إلى أن تجعلوا الرياضة جزءا لا يتجزأ من حياتكم. مارسوا الرياضة بانتظام، ستندهشون من النتائج الإيجابية التي ستحصلون عليها. وختاما، أتمنى لكم جميعا مستقبلا زاهرا مليئا بالنجاح والتميز. ولا تنسوا أن الرياضة هي المفتاح لصحة أفضل وحياة أكثر سعادة. شكرا لكم. الخطبة فيها مقدمة، موضوع، خاتمة. ذكرنا في المقدمة المناسبة والمخاطبين الزملاء الأعزاء والموضوع وهو الرياضة. في الموضوع استخدمنا أسلوب الاستفهام والمعلومات والشعور العام، وفي الختام تلخيص ودعوة لممارسة الرياضة. إلى هنا نكون قد انتهينا من حل التقييم التكويني بالكامل. انتظروني في الدرس القادم إن شاء الله.